الداخلية تعزز تواجد الشرطة في فيينا وتعمل على سحب لجوء المتورطين بالعنف. عصابات عشائرية سورية تتصدر الصراع مع شيشانيين في فيينا. ومنظمة التعاون الاقتصادي توصي النمسا بالاستفادة من إمكانيات المهاجرين. وزيره خارجيه النمسا السابقه تحذر من حرب اهليه في فرنسا بعد تصدر اليسار للمشهد السياسي والمستشار النمساوي يستقبل رئيس وزراء الهند القادم من روسيا واخيرا مقتل سجين محكوم بالمؤبد في سجن شتايمارك بجرعه مخدرات مشاهدينا الكرام من النمسا ميديا نحييكم ونقدم لحضراتكم نشره الاخبار لهذا اليوم الى تفاصيل النشره. اعلن وزير الداخليه النمساوي جيهارد كارنر عن تعزيز تواجد الشرطه في فيينا بعد الاشتباكات العنيفه بين عصابات متنوعه في الايام الاخيره. وعززت الشرطه تواجدها الامني بزي رسمي ومدني في عده مواقع. ويشمل ذلك نشر ضباط اضافيين وافراد من وحدات مكافحه الارهاب فيجا ووحده كلاب الشرطه اضافه لتعزيزات امنيه تشمل الاستعانه بقوات من ولايات اخرى وسيزداد تواجد الشرطه بشكل كبير في ساعات المساء خاصه في المحطات والحدائق كما كلف وزير الداخلية مكتب الهجرة واللجوء الفيدرالي ببدء إجراءات سحب اللجوء من المشاركين في الأحداث الذين يتمتعون بوضع الحماية كشفت صحف نمساوية على أن عصابات الشباب الشيشانية والسورية تتصارع في فيينا في مواجهات عنيفة حيث تنتشر الأعمال العنيفة والدعوات للانتقام عبر تطبيق تيليجرام وتصاعدت التوترات بعد هجمات بالسكاكين والضرب بين الطرفين في احياء مختلفه من المدينه هذا الاسبوع حيث القت الشرطه القبض على شاب شيشاني وصادرت اسلحته واظهرت رسائل الرمز 505 بشكل متكرر وهو اشاره الى عصابه 505 ترجع الى عشائر تعيش في مناطق في مناطق شرق سوريا حيث يصف اعضاء المجموعه انفسهم بانهم شهداء يقاتلون من اجل حريه سوريا وكشفت التحقيقات ان الصراع يمتد لعده اشهر مضت. حذرت منظمه التعاون الاقتصادي والتنميه من ان ديون النمسا قد تتضاعف الى اكثر من 171% من الناتج المحلي. الاجمالي بحلول عام 2060 اذا لم تتم اصلاحات هيكليه في التقاعد والنظام الصحي. ودعت المنظمه ايضا الى تحفيز النمو الاقتصادي الضعيف وتخفيض الدين عن طريق تعزيز السياسات الماليه وربط معاشات التقاعد بزياده العمر المتوقع وتحويل الرعايه الصحيه في المستشفيات الى الرعايه الخارجيه. وأوصت أيضا بزيادة الضرائب على ثاني أكسيد الكربون والعقارات لتحقيق العدالة الضريبية وتحفيز النمو الاقتصادي بالإضافة إلى ذلك هناك حاجة ماسة إلى تحسين مشاركة النساء والمهاجرين في القوى العاملة وصفت وزيرة الخارجية النمساوية السابقة كارينا كنايسل الوضع في فرنسا بالفوضى الكبرى وحذرت من تزايد الدين الحكومي وانخفاض القدره الشرائيه للسكان واشارت كنايسل الى خطر المواجهات السياسيه في الشوارع مثل جمهوريه فيامارا الالمانيه في العشرينيات وتتنبا بظهور زعيم بارز قادر على استغلال الاوضاع الراهنه ورأت أيضا أن فرنسا قد تكون على شفا ثورة مشيرة إلى أن الأوضاع في باريس قد تزداد صعوبة هذا الصيف في ظل نتائج الانتخابات التشريعية التي شهدت تقدم بارز لليسار وتراجع لليمين يعقد المستشار النمساوي كارني هاما غدا الأربعاء اجتماعا مع رئيس الوزراء الهندي شيري مودي لمناقشه العلاقات الثنائيه والقضايا الدوليه. وتعد هذه هي الزياره الاولى لرئيس وزراء هندي الى النمسا منذ 41 عام حيث من المقرر وصوله الى فيينا لاحقا اليوم قادما من موسكو. ويشمل البرنامج زيارة للرئيس النمساوي ألكسندر فاندا بيلين إضافة إلى لقاء مع رجال أعمال من الهند والنمسا والجاليات الهندية في فيينا وسبقت الزيارة جولة له في روسيا حيث التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وشارك في القمة السنوية الثانية والعشرين بين الهند وروسيا توفي سجين نمساوي يبلغ من العمر 25 عاما مدان بقتل حبيبته السابقة في شتايا مارك العليا كان محكوما عليه بالسجن المؤبد وتم اكتشاف الرجل ميتا في زنزانته بسجن جراتس الأسبوع الماضي وأظهرت التحقيقات الأولية أن سبب الوفاة يعود إلى التسمم بالمخدرات أو الأدوية بينما لم تظهر لم تظهر اي ادله على عنف او تدخل خارجي وحكم على الرجل بالسجن لمده 20 عاما في ديسمبر 2023 بعد ان خنق حبيبته السابقه وما يزال تقرير السموم قيد الانتظار حيث اعلنت النيابه العامه استمرار التحقيقات الجنائيه حتى توضيح الامر كانت هذه نشرتنا لهذا اليوم ولا تنسوا تحميل تطبيق انفوغراد على هواتفكم كنت معكم انا ممدوح ماكين امسيه سعيده والى اللقاء